السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات. أولا وقبل إتمام حلقة اليوم، لا تنسى الضغط على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة لكي توصل بجديد الفيديوهات. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى خدعة رائعة في الواتساب ويمكنك استخدامها. فهذه الخدعة فهي جد رائعة من قطع الإنترنت على الواتساب. كيف ذلك وفي ماذا يمكن ان نستخدم هذه الخدعة؟ ابقى معنا الى اخر الفيديو وسوف تفهم كل شيء. اولا سوف نقوم بتطبيق اسمه فوزي. هذا هو يعني ايقونة التطبيق كما تلاحظون، وهذا هو التطبيق. تقوم بتحميله عن طريق الرابط اسفل هذا الفيديو، سوف تجد وصف تقوم بالدخول اليه، تقوم بتحميله وتقوم بتثبيته على هاتفك بالطريقة العادية والاعتيادية وتقوم بالدخول إليه. إذن هذه هي التطبيق. هنا لدينا Meeting Mode ولدينا Pause. Meeting Mode يعني تريد يعني توقيع مع إيقاف الواتساب لمدة محدودة، يعني إيقاف الإنترنت على الواتساب لمدة محدودة، أو Pause يعني في الحال. نقوم نحن باستخدام Pause في الحال، نقوم بوضع يعني Activate App، نقوم بهنا بالضغط هنا هكذا تم قطع الانترنت على الواتساب، ويمكننا استخدام يعني التطبيقات الاخرى عن طريق الانترنت. نقوم بالدخول الى الواتساب لكي نجرب. هنا هو الواتساب، هذا هو الواتساب. نقوم يعني بإرسال رسالة. هكذا نقوم بإرسال بس مثلا، كما تلاحظون لم يتم إرسال الرسالة لأن الإنترنت تم يعني قطعها على الواتساب. ويمكنك استخدام يعني البرامج الأخرى مثل يوتيوب أو فيسبوك. هذا كانت على الواتساب، وتقوم يعني أي شخص يقوم برسالة لك رسالة سوف يتظاهر له بأنك منفصل على الإنترنت رغم أنك يعني متصل بالإنترنت، ويمكنك الدخول إلى الفيسبوك ومجموعة من المواقع الأخرى. أتمنى أن تكون قد نالت خدعة حلقة اليوم إعجابكم وخدعة اليوم إعجابكم. المرجو الضغط على زر لايك لهذا الفيديو لكي توصل بجد الفيديوهات، ولكي تقوم بدعمي والاشتراك في القناة لكي توصل بجديد الفيديوهات. كان معكم يونس لعيبة من قناة درايد نات. إلى اللقاء. إعجابكم وخدعة اليوم إعجابكم. المرجو الضغط على زر لايك لهذا الفيديو لكي توصل بجد الفيديوهات، ولكي تقوم بدعمي والاشتراك في القناة لكي توصل بجديد الفيديوهات. كان معكم يونس لعيبة من قناة درايد نات. إلى اللقاء.